واحد من نجوم البريمير ليج وتحديدا كريستال بالاس، وحاليا طبعا هو المحلل الفني بشبكة سكاي سبورتس جون سراكو، هو ضيفنا في السادسة عن البداية الساخنة جدا والغير متوقعة للبريمير ليج أو الدوري الإنجليزي. خلينا نرحب بيه على شاشة الأهلي ونقول له شكرا على ظهورك معنا في السادسة. Absolute pleasure. Thanks for having me on. شكرا جزيلا، السعادة أنا سعيد جدا لتواجدي معكم. يعني بداية ساخنة جدا، بداية غير متوقعة وخصوصا للكبار، إزاي إجمالا شفت انطلاقة مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي؟ حسنا، كان الأمر واضح جدا أن المنافسة ستكون بين ليفربول ومانشستر سيتي. كما حدث في الموسم الماضي كان هناك منافسة رائعة بين ليفربول ومانشستر سيتي، فكلنا توقعنا أن هذا الأمر المذهل سيستمر هذا الموسم، ولكن النهاية أيضا كانت جيدة لأندية مثل تشيلسي وتوتنهام، وأعتقد أن هذا العام سيكون عام تنافسي جدا بين هذه الأندية. أعتقد أن السيتي الآن استقدم إيرلينغ هالاند، ولديك الآن صفقات رائعة بالنسبة لتشيلسي أيضا، وكذلك أندية كبيرة مثل ليفربول، ولكن ليفربول تعاقد مع فولام بهدفين مثلهما. أعتقد أن هذه البداية ليست البداية المأمولة بالنسبة لليفربول. يمكن لو تكلمنا على الكبار تحديدا، نتكلم على طبعا تعثر ليفر أمام فولام، وأيضا خسارة اليونايتد النهاردة تحت قيادة تنهاج. يعني كثير من الناس توقعت أنه اليونايتد هيشهد نقلة نوعية مع وجود تنهاج المدرب الجديد لمانشستر يونايتد. كلام كان على حتى في فترة الاستعداد لبداية الموسم على وجود بعض الخلافات إنجاز التعبير، عدم رضاه حتى عن في أكثر من موقف عن بعض اللاعبين وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو اللي كان عنده إصرار الحفاظ عليه. إزاي شايف البداية المتعثرة تحديدا لليفربول أمام فولهام، وأيضا خسارة مانشستر يونايتد النهاردة؟ نعم، أنا في البداية أعتقد أن مباراة ليفربول كانت صعبة. فولام يؤدي أداء رائعا، لقد فاز بالشامبيونشيب وتأهل للدوري الإنجليزي ولديه لاعبين رائعين. كانت مباراة صعبة جدا على ليفربول، كان هناك تضييق كبير من المساحات من ماركو سيلفا مدرب فولام، كان الأمر صعبا جدا لدينا. ولكن حينما نزل داروين نونيز كان الأمر أسهل بالنسبة للاعبي ليفربول، ولكن في الإجمال كانت مباراة صعبة. أعتقد أن نونيز ومحمد صلاح وجودهما فرق كثيرا مع ليفربول في هذه المباراة الصعبة. أعتقد أن محمد صلاح بعد خروجه من أمم إفريقيا أدى أداء مذهلا على عكس ما قد يقوله البعض. أعتقد أن محمد صلاح يواصل من العمل الجاد والاجتهاد في خدمة ليفربول، وأعتقد أن محمد صلاح يعطي كل شيء بنسبة 100% مع ليفربول. وأعتقد أن في وجود داروين نونيز سيتوهج محمد صلاح أكثر، وأعتقد أن ليفربول الآن لديه طريقة خاصة، وخصوصا بعد رحيل ساديو ماني. أعتقد أن الطريقة ستتغير الآن، والاعتماد الكلي سيكون على محمد صلاح بالمنافسة مع سون. فمحمد صلاح هذا العام سيذهل الجميع. يعني هو يمكن المفاجأة كانت من أنه، وده طبعا شيء أو أمر لا يمكن أن يحدث إلا في الدوري الإنجليزي، فريق صاعد حديثا للبريمير ليج بيواجه فريق يعني كان بينافس لغاية الخطوة الأخيرة واللحظة الأخيرة على بطولة دوري أبطال أوروبا في مواجهة الريال، وعلى حظوظه أيضا في المنافسة على البريمير ليج أمام السيتي، وتظهر المباراة بالشكل ده وتظهر النتيجة، لأنه في واقع الأمر الليفر هو اللي تعادل مع فولهام مش العكس. نعم، رائع، هذا ما كنت أتحدث عنه. فريق فولهام يتضمن على لاعبين رائعين، ماركو سيلفا لديه كتيبة جيدة من اللاعبين، لديهم الرغبة والشغف في إظهار كل ما لديهم. فولهام أعتقد أن فولهام
سيظل في النصف الثاني من الجدول، ولكن لديهم الثقة ولديهم الرغبة والشغف في إظهار كل ما لديهم. ولكن ليفربول الآن سيكون في مقدمة الجدول، ولكن في مباراة ضد فولهام كان الأمر صعبا عليهم. الخسارة المؤلمة أو الخسارة الموجعة لجماهير اليونايتد اللي توقعوا أنه الموسم ده ممكن يبقى مانشستر يونايتد حظوظه أفضل في المنافسة على البريمير ليج، وخصوصا مع قدوم طبعا تين هاج المدير الفني الجديد. الخسارة أمام برايتون في بداية المشوار بنتيجة 2-1 خسارة موجعة ومؤلمة. هل تتوقع أنه اليونايتد السيزن ده يكون عنده قدرة على المنافسة على اللقب، ولا ستستمر الأمور بنفس المنوال كما في المواسم السابقة؟ نعم، لدي آمال كبيرة في اليونايتد هذا الموسم. أعتقد أنه أدى موسم تحضير جيد جدا للموسم، راشفورد ولديك ماجواير ورونالدو، كان أداء رائع مع تنهاج في معسكر ما قبل الموسم، ولكن بالمشاكل التي ظهرت مع رونالدو وقد أدى إلى بعض الأرق بالنسبة الخاص بالفريق. أعتقد أن الفريق الآن يحتاج إلى رونالدو، وأعتقد أن الأمر اليونايتد سيتغلب على هذه المشكلة. رونالدو لديه مشاكل خاصة به من قبل الموسم، من قبل أن يبدأ الموسم، ولكن أين سيذهب؟ أين وعليه أن يحل هذه المشاكل. فرونالدو فقد كان موسما مخيبا للامال الموسم الماضي، فاعتقد ان ما رايناه في الموسم التحضيري يعطينا الامل لمانشستر يونايتد، ولكن الان تجد ان مانشستر يونايتد كان عليه ان يتعامل احسن مع المباراه. ليس لدى رونالدو الحق في ان يتعامل مع اداره مانشستر يونايتد بهذا الشكل. اعتقد ان يجب عليه ان يتعامل مع فلسفه النادي وفلسفه المدير الفني، واعتقد ان مانشستر يونايتد يحتاج في امس الحاجه الى فرينكي ديونج هذا الموسم. طيب، بمناسبه كريستيانو رونالدو وفرينكي ديونج، يمكن ثلاث أسماء ارتبطت إما بالقدوم للدوري الإنجليزي أو بالرحيل عنه، والكلام كان طبعاً عن كريستيانو رونالدو اللي كان عنده رغبة في المشاركة في دوري الأبطال، وبالتالي ارتبط اسمه بأكثر من نادي على مستوى أوروبا. أيضاً كلام عن رحيل برناردو سيلفا أو رغبة البارسا في استخدام وانتداب خدمات الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، والكلام أيضاً عن فرينكي ديونج ورغبة أو اتفاق إدارة البارسا مع مانشستر يونايتد على انتقاله من كامب نو لأولد ترافورد، ولكن تبقى رغبة اللاعب هي العقبة الوحيدة. آخر مستجدات من وجهة نظرك. نعم، أعتقد أن برشلونة وفي ظل اهتمامي ببرناردو سيلفا، أعتقد أنه ليس في أمس الحاجة إليه، ولكن في ظل اهتمامي به أعتقد أن خروج فرينكي ديونج لمانشستر سيكون أقرب. فرينكي ديونج الآن أعتقد أن انتقاله لمانشستر يونايتد أقرب، ولكن في ظل المنافسة مع تشيلسي الأمر صعب على مانشستر يونايتد. تشيلسي يحتاج إلى متوسط ملعب بشكل كبير، ولكن سيكون رائعا ومميزا في مانشستر يونايتد. وصولا لتشيلسي، خليني اخذ رايك في تشيلسي اللي فقد يعني جزء كبير جدا من الاعمده الرئيسيه اللي حققت معها حتى لقب بطوله دوري الابطال في النسخه قبل الماضيه تحت قياده توماس توخيل. راح على روديجر لريال مدريد، راح على ماركوس الونسو للبارسا، راح على تيمو فيرنر عودة تيمو فيرنر للايبزيج مرة تانية، ولوكاكو على سبيل الإعارة للإنتر. إزاي بتشوف فرص تشيلسي في المنافسة على لقب البريمير ليج في الموسم الحالي؟ نعم، روديجر كان قائدا للفريق، كان قائدا رائعا. أعتقد في وجود كوليبالي سيعوض هذا الأمر. كوليبالي فاز ببطولة أمم إفريقيا مع السنغال ولديه معلومات مرتفعة. أعتقد أنه جاهز جدا،
ليعوض مكان كابتن قائد الفريق روديجر. واعتقد ان وجود تياغو سيلفا وكريستيانسون اعتقد ان هؤلاء اللاعبين قادرون على ان يملؤوا هذه الفراغات ويسدوا ثغرات الخاصه بفريق تشيلسي هذا الموسم. كل الاماكن التي يفتقد اليها تشيلسي سيعوضها كما فعل ليفربول في السابق. لديك الان اسمك ماجواير في مانشستر يونايتد وهو كابتن فريق انجلترا ولكن لا يؤدي بالشكل الامثل. فالفريق يحتاج الى قائد ولا يوجد في الدوري الانجليزي مثل هذا المستوى الرائع على مستوى الدفاعي ككوليبالي. طيب اثنين من الانديه اللي يمكن ظهروا خلال فتره الاعداد بشكل اكثر من رائع مش مخالف تماما يعني متطور بشكل ما عن ادائهم في الموسم الاخير، بتكلم على الارسنال وعلى توتنهام. وبالمناسبه الفريقين دول عملوا ميركاتو يعتبر قوي الى حد كبير. ازاي بتشوف فرص توتنهام والارسنال في احراز اللقب او على الاقل تقدير المنافسه عليه؟ نعم، اعتقد انهما سيكونان في هذا المربع، سينافسان بلا شك. لقد أدى موسم تحضيري رائع واستخدم صفقات كبيرة. أعتقد أن لدينا لوكاس مورا وريتشارلسون في توتنهام، لديهم القدرة على توصيل كل خطوط الملعب ببعضها. لوكاس مورا لاعب رائع، ولديك صفقات رائعة بالنسبه لارسنال كذلك. اثنين معاك للنقطه الاخيره وبعتذر لضيق الوقت، لكن صراع الهدافين واحد من الصراعات اللي هيكون مثير جدا هتكون مثيره جدا في الموسم المقبل. اعتقد باستثناء كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي اللي موجودين في الليغا الاسبانيه، اعتقد ان البريمير ليج اصبح بيضم اهم مهاجمي العالم. بنتكلم على ايرلينج هالاند في السيتي، نونيز في ليفربول، خيسوس في الارسنال، هاري كين وريتشاردسون في توتنهام، وغيرهم من كريستيانو رونالدو طبعا في مانشستر يونايتد، وصلاح طبعا واحد من اهم هدافي البريمير ليج في السنوات الاخيره. ازاي بتشوف صراع الهدافين في النسخه الجديده من البريمير ليج؟ ستكون منافسة مذهلة، سيكون هناك الكثير من الأهداف والكثير ما يقال عن هؤلاء اللاعبين، وعلى رأسهم هالاند هو ماكينة أهداف، يستطيع أن يحرز من 3 إلى 4 أهداف في المباراة. هالاند أعتقد أنه سيحرز حوالي 30 هدف في توقعي هذا الموسم. أعتقد أنه يستطيع أن إحراز 40 و50 هدف في الموسم مع بروسيا دورتموند، فأعتقد أنه سيؤدي بشكل رائع. وكذلك بالنسبة في ظل وجودي في فريق كبير كمانشستر سيتي، سيكون لديه الرغبة في إحراز المزيد من الأهداف وأن يكون هو على قمة الهرم الهدفي. جون سالاكو نجم كريستال بالاس والمحلل طبعا بشبكه سكاي سبورتس، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا وظهورك معنا في السادسه. فاصل ونرجع لحضراتكم.